عندك شو ولدك موضر؟ انت والاخوان انت اخويا شوف هذه المكانه هذه شوف اللهم بارك شوف ها هي فيها بعدا واحد الحاجه هنا ديال ابل فيها الكاميرا هنايا فيها واحد الضو واحد البوله هي هذه السالوت من كطفى هي هذه هاد السالوت من كتجاوب التليفون الا ما بغيتيش تجاوب طاكتي هاد الاخوان واحد الساعه اللهم بارك الساعه مزيانه بالنسبه للدراري الصغار هذه ديال الدراري الصغار بالنسبه للدراري اللي ما عندهمش التليفون انت اخويا غادي ندير واحد التجربه شوف النمرة ديالنا ديال المحل هي 06 67 81 76 73 ها انت اخويا غادي نعيطو على الدري دابا اللهم بارك شوف ما كان فيها تليفون ما تحتاج تهز التليفون ها انت كتصوني ها انت اخويا كتصوني غادي نزل ها هو جاوبنا الو محمد خويا كي داير انت اخويا عندك شو ولدك موضر انت والاخوان هذه هي الساعه ديالنا عيط لي يا محمد عيط لي فين هو محمد قول لي عيط لي انت هذه الساعه ديال الاخوان غتعطيها لولدك بالنسبه للناس اللي كي ها هو كيصوني علينا غنجاوبوه الو صافي اخويا سير الله يعاونك انت عندو الاخوان كما كتشوفوا هذه الساعه اللهم بارك ماشي شي ساعه ناقصه شوف الساعه عملاقه اللهم بارك بالنسبه اللي ما كيبغيش يهز معاه تليفون اللي ما كيبغيش يعطي تليفون لولده ودي معاه للمدرسه ولا الى سافر لشي بلاصه دير فيها لا كارت السيم كتخدم لا كارت اتصالات كتخدم الاورانج كتخدم الانوي كتدي في الشارج فيها الجي بي اس انت فيها الامبراج ديالها فيها جي بي اس كتخدم الا بغيتي تخدمها بالابليكاسيون هي هادي كتسكاني هاد البارتي هادي كتخدم بالابليكاسيون غتبع ولدك فين ما كان ولدك وتعرف فين كاين وواحد الحاجه اخرى تعيط ليه ولا هو الا كان تالف شي قند يقدر يعيط لك ولا انت تعيط ليه غيجاوبك دوي معاه ما تحتاج لا تليفون ما تحتاج لا تدير تليفون في جيبك لا والو بلا تليفون هادي راه كتكون دايره بحال تليفون كدير فيها على كارت السيم كيطلع فيها الريزو هو هذا الريزو ها هو كما قال لكم ها الباتري ديالها التاريخ كلشي فيها ها انت فيها اللي بغيتي ها انت فيها بلاصه تقيد فيها النوامر ديالك فيها ميساجات فيها كلشي كما قال لكم الاخوان هذه الساعه راه اللهم بارك الثمن ديال هذه الساعه المهم الميساج راه وصل الاخوان هذه الساعه كما قلت لكم تعطيها لولدك ديها مع المدرسه ولا الى سافر ولا شي حاجه الثمن ديال هذه الساعه الاخوان حيت عرفتي علاش جبناها كلشي كيعيط لنا عليها شحال من مره كيسولوا فيها الناس واش عندكم ديك الساعه اللي فيها كارت السيم الثمن ديال هذه كيبقى الثمن ديالها 169 درهم 169 درهم الثمن ديالها ما غاليش الاخوان 169 درهم غادي نعطيك معها كارت السيم اللي بغيتي اما اتصالات اما اورانج اما انوي تا خويا الله يدير الخير